الأول محاورنا لليوم، حيث كشف أحد الصناعيين السوريين أن ما يقارب 47,000 صناعي سوري غادروا مدينتي دمشق وحلب إلى خارج سوريا لأسباب مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الخاطئة في البلاد. وأشار الصناعي السوري مجد ششمان أن ما يقارب 19,000 صناعي غادروا مدينة حلب و28,000 غادروا مدينة دمشق خلال الأسبوعين الماضيين فقط. ما الذي أوصل الصناعيين إلى هنا؟ ومن دفعهم للهروب؟ إلى ماذا تشير الأرقام المذكورة؟ وما الذي ستخلفه هجرة الصناعيين على تجارة البلد واقتصادها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا الأول في لم الشمل اليوم، ولكن بعد متابعة القصة الآتية. أفواجاً أفواجاً، ما يزال السوريون يلتحقون بقطار الهجرة من سوريا التي تشهد موسماً جديداً من هجرة قاطنيها، وفي مقدمتهم الصناعيون ورجال الأعمال. الصناعي السوري مجد ششمان كشف لإذاعة محلية أن ما يقارب 47,000 صناعي سوري غادروا مدينتي دمشق وحلب خلال الأسبوعين الماضيين، متهما حكومة النظام وما تنتجه من سياسات اقتصادية خاطئة بدفعهم على المغادرة، لا سيما بما يتعلق بإهمال تأهيل البنى التحتية وتحسين واقع الكهرباء والمحروقات، والتي تؤدي بالمحصلة إلى زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها. الصناعي أباح بأسرار أخرى، حيث أشار إلى أن حلب أفرغت من كوادرها ومن رؤوس أموالها أيضا بعد استنزاف النظام لخزائنهم من جهة، ويقينهم باستحالة تحسن الأوضاع من جهة أخرى، ناهيك عن القرارات الحكومية والمالية المعرقلة لعجلة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى ما يفرض عليهم من إتاوات وسطو الجمارك على محلهم والتلويح بعصا الفساد والحجز الاحتياطي على أموال حتى المقربين من النظام. وعن وجهة المهاجرين الجدد، أجاب ششمان أن معظمهم غادروا إلى مصر أو أربيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث وإطلاق التحذيرات حول ما سموه الموالون بكارثة هجرة العقول والأموال السورية إلى دول أخرى، إذ كتب رئيس اتحاد غرفة الصناعة التابعة للنظام فارس شهابي على صفحته على الفيسبوك أن الهجرة الحالية هي أخطر من ما حصل عام 2012. وفي خضم الاعتراف الجماعي بحجم وخطورة الأعداد المهاجرة، لا تعليق من قبل النظام إلا الذي جاء على لسان رئيس حكومته الذي توجه للسوريين لإقناعهم على البقاء عبر قوله حرفياً: الوطن لا يمكن أن يكون فحسب محلاً لكسب الدخول وتجميع الثروات، ولا يمكن أن يكون فقط مقصداً للراحة والتنزه. فهل سيستمع السوريون إليه؟ لتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فراس شعبو، باحث وأكاديمي اقتصادي من اسطنبول. مرحبا بك دكتور فراس. أهلا بك. أبدأ معك يعني بالسؤال الذي افتتحنا به هذه الفقرة، ما الذي أوصل الصناعيين إلى هنا؟ الهجرة اليوم بالآلاف. طبعا بس تنويه، هذه هجرة صناعيين، هنالك هجرة فنيين، هجرة أكاديميين، هجرة أطباء، هجرة صيادلة، ولكن الصناعيين نوعا ما كون الواقع الاقتصادي يمس جزء كبير من الشريحة السورية فتم إلقاء الضوء عليه. يعني اليوم هؤلاء هربوا، خلونا نكون صريحين، هربوا من التداعيات الاقتصادية، وليس الموضوع لا يتعلق بمولاة أو معارضة، لا يتعلق ب كرامة، لا يتعلق بمعاملة، هربوا من قرارات اقتصادية أصبحت مجحفة بحق الاقتصاد السوري وبحق من يتعامل أو من يعيش أو من يتاجر في هذه البقعة الجغرافية. اليوم هنالك فرض ضرائب، هنالك فرض أتاوات، يعني شاهدنا منذ فترة كيف أحد التجار ومن كبار تجار حلب الدهمان، والذي يعني توفي نتيجة جلطة حسب ما تحدث، فرض أتاوات بتقارب 3 مليار. كثير من التجار تعرضوا لهذه الضغوط، هنالك من حاول أن ينفذ ويهرب أمواله. ولكن لماذا في هذا الوقت دكتور فراس، يعني هذه الهجرة بهذه الأرقام في هذا التوقيت؟ يعني الكثير من الصناعيين والتجار خرجوا من سوريا منذ زمن،
ما الذي تغير اليوم في المشهد الاقتصادي بالنسبة للصناعيين إن أردنا التخصيص؟ الذي تغير أن النظام مع بداية عام 2021 ضرب بيد من حديد، بلش من رامي مخلوف وما دون، فبالتالي كثير من الصناعيين، كثير من التجار تعرضوا لهذه الضربات ولكن لم يشاع أو كان الأمر سري خوفا من يعني خوفا من الفضيحة أو خوفا من أي شيء آخر، وبالتالي شعر المواطن أو شعر التجار أن القصة لم تعد مزح، لم تعد عبارة عن أتاوي، هنالك من سوف يسلب الأموال، وبالتالي قاموا بإخراج كامل الأموال من داخل سوريا، أنهم أيقنوا أن هذه الأموال إن لم تخرج اليوم سوف لن تخرج أبدا. يعني شاهدنا وضع أيادي على شركات، فرض ضرائب على شركات، من حلب منذ فترة 760 شخص، 760 تاجر أيضا تم الحجز عليهم، أي أنه سياسة ممنهجة للحجز على التجار. هنالك أيضا في القابون ما يقارب 70 أو 75 معمل تم منع أصحابهم من الدخول إليهم. هذه السياسة جعلت جميع التجار أو جميع الصناعيين يشعرون أن أموالهم في خطر، والتاجر يعني ما يحركه بشكل أساسي هو رأس ماله، يعني رأس مال جبان يبحث عن الاستقرار والأمان، وبالتالي نحن أمام شلل اقتصادي. يعني هذا الكلام إلى ماذا سيؤدي اليوم في حال خرجت هذه الفئة اليوم وأفرغت سوريا من صناعيها؟ خلينا نفسر الأمر بشكل منطقي. هذه الشركة، هذه رؤوس الأموال كانت لديها معامل، هذه المعامل تقوم بتوظيف جزء من شريحة لا بأس بها من الشباب السوري والفنيين ومهنيين. هذه الشريحة سوف تتوقف عن العمل لأنها أصبحت نوعا ما في بطالة، أي زادت معدلات البطالة بشكل كبير، زادت معدلات الفقر بشكل كبير، زادت الحالة الاقتصادية تدهورا بشكل كبير، والنظام يعيش في واقع آخر يعني يتغنى بإدراج المياه المعدنية في البطاقة الزكية. الواقع الاقتصادي اليوم في سوريا واقع، لا نتكلم عن حياة اجتماعية، واقع اقتصادي، واقع يعني تدمير ممنهج الاقتصاد السوري، لا نعرف إلى أين. المشكلة أنه يتم تخوين هؤلاء، يعني هؤلاء الذين صمدوا حسب رواية النظام وحسب رواياتهم صمدوا خلال الثورة السورية ودعموا النظام خلال تلك الثورة، ولكن لأنهم خرجوا اليوم هنالك من يخونهم وأنهم خونة وأنهم ضد الدولة. يعني انظر إلى عقلية الدولة كيف تتعامل مع هؤلاء، مع أي شخص في سوريا يحاول الخروج بأمواله أو يحاول الهرب بأمواله. اللعب على الكلام إذن بطريقة النظام، ولكن دكتور فراس اليوم نحن بحاجة لتفسير كيف تمت عملية الخروج. قيل أن بعض هؤلاء الصناعيين نقلوا مصانعهم إلى مصر وإربيل، كيف تمت هذه العملية؟ كيف تم إخراج أموالهم من سوريا اليوم؟ هناك الكثير من العراقيل أمامهم للخروج، الوضع ليس كما قبل 5 أو 10 سنوات. سيدتي اليوم الوجهة الأساسية هي مصر وأربيل، أيضا هنالك البعض لجأ إلى الإمارات، البعض لجأ إلى لبنان، وهنالك جزء كبير لجأ إلى السودان طبعا مؤخرا. من تم كيف خرجوا؟ خرجوا يعني هنا تكمن المشكلة، أن خرجوا بتواطؤ أمني، تواطؤ اقتصادي مع الحكومة، يعني هم من تواطؤوا. هؤلاء التجار قاموا ببيع ممتلكاتهم، قاموا هنالك حركة بيع كبيرة للعقارات في سوريا، قاموا ببيعها وتحويلها إلى دولار وإخراجها عن طريق التحويلات الغير رسمية، وهي نوعا ما موجودة ومنتشرة والنظام يعلم بها. كل هذا جرى ويجري على علم ومرأة النظام، ولكن كما قلت لك هنالك نوعا ما تدمير ممنهج الاقتصاد السوري. طب وماذا يستفيد النظام يعني دكتور فراس بتسهيل الموضوع لهؤلاء حتى لو كانوا يدفعون الرشاوي للخروج؟ كيف يستفيد النظام اليوم من تفريغ المنطقة من سكانها، من صناعيينها، من أهم عجلة اقتصاد اليوم؟ يكون هو المحتكر التام لأي صناعة، أي تجارة. أيضا من يشتري المصانع من هؤلاء؟ لنرجع نقطة إلى الوراء، من يشتري من هؤلاء؟ إذا بحثنا سوف نجد أنهم إما أمنيين أو من رؤوس الأموال الجديدة أو من أمراء الحرب، فبالتالي هم سوف يتحكمون في الاقتصاد السوري. اليوم لا توجد دولة في سوريا، من يتحدث عن دولة فهو واهم وبعيد تماما عن الواقع. هنالك فئة حتى لم تعد أسرة، يعني لا كانت في السابق أسرة، اليوم ليست أسرة، هو عبارة عن من يملك المنطقة، من يسيطر، هو من يعني من يسيطر على الاقتصاد، سواء كان روس، إيرانيين، حزب الله، عراقيين، من يوجد هو الذي يفرض شروطه ويفرض قوانينه على المنطقة التي يتواجد فيها. بالتالي هذا واقع نوعا ما إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لمصلحة بعض الأشخاص، و
والمستفيد الأكبر هم من يتحكم في الاقتصاد السوري. يعني اليوم إذا نظرنا لمن يتحكم في الاقتصاد السوري نشاهد أن الاقتصاد السوري أصبح في يد فئة قليلة أو حفنة قليلة من الأشخاص. يعني البطاقة الذكية ربطت كل شيء بهذه البطاقة. طب من يورد إلى هذه البطاقة؟ من يجي من يستورد السكر؟ من يستورد الرز؟ من يستورد الزيت؟ كيف يأتي يعني المازوت؟ أصبحت كل شيء بيد ثلة قليلة من يعني دكتور تقصد أن هي فقط عملية انتقال هذه المصانع وهذه رؤوس الأموال والآلات كلها انتقلت من أشخاص إلى أشخاص آخرين هم مقربين من النظام، وبالتالي هذا السبب لتسهيل اليوم خروج هؤلاء اللي هم سكان البلد الأصليين وأصحاب المعامل الأصليين. صحيح. يعني وسبب آخر قد يكون لبعض الإيرانيين، يعني اليوم يطمحون في أن تكون حلب بالذات نقطة انطلاق لمعاملهم. يعني هم يحاولون إعادة تشغيل المعامل أو شراء المعامل حتى تكون حلب نقطة لتصدير منتجاتهم من الخارج أو لتكون سوق للتصريف. يعني إذا اليوم سوريا تماما امتنعت على القدرة على الإنتاج، من أين سوف تأتي المنتجات؟ أما سوف تأتي من إيران أو من روسيا أو من بعض الدول التي تدعم من النظام، فبالتالي سوف تكون سوريا بمجملها أسواق تصريف لهذه المنتجات. يعني هذا الواقع للأسف. يعني ما يجري اليوم هو تفكيك مفاصل الاقتصاد السوري بشكل ممنهج. ذكر التقرير موضوع برامج الفائدة أو دعم الفائدة للصناعيين، ما هي هذه البرامج؟ قيل أن النظام حاول بفترة من الفترات أن يدعم ويساعد، ولكن يعني لم يستطع، لم تأتي كلها هذه القروض وهذه يعني هذا الدعم. اليوم في ظل تدهور قيمة الليرة السورية بشكل كبير، النظام قدم بعض القروض بأسعار فائدة نوعا ما منخفضة، ولكن هذه القروض لم تكن قادرة على تنشيط أي حالة اقتصادية. يعني قرض ب 100 مليون أو 200 مليون لا يساوي شيء في الداخل السوري. اليوم أنت تتكلمين عن اقتصاد أو عن أي مشروع يحتاج إلى مئات الملايين. طبعا مئات الملايين مبلغ كبير كرقم، ولكن كحقيقة كقيمة ولا يساوي شيء. وبالتالي هذه قدرة النظام. هذه القروض لا تساهم ولا تستطيع أن تساهم في إنعاش حالة اقتصادية. الواقع في سوريا مشكلة هيكلية اقتصادية متجذرة لا يمكن حلها بقرض، لا يمكن حلها بمساعدة معينة. يعني اليوم لا يوجد كهرباء في المناطق الصناعية، لا يوجد نفط غاز، لا يوجد محروقات. إذا أرادوا أن إدخال المواد الأولية إلى المناطق الصناعية هنالك من يأخذ الرشاوة، وهو من النظام، فرقة رابعة، فرقة خامسة، ما بعرف مين. عندما تخرج هذه المواد، مواد جاهزة للتصنيع أو جاهزة للبيع، يتم فرض عليهم أتاوات. هنالك ما يسمى الترفيق، هنالك ما يسمى أي أصبح المنتج السوري لا يستطيع المنافسة لا داخليا ولا خارجيا بسبب ارتفاع التكاليف. ارتفاع كلفة الإنتاج هي كانت المشكلة الأكبر عند أغلب الصناعيين. عندما تم الحديث معهم قالوا أننا ناشدنا النظام مرارا وتكرارا لإعادة البنية التحتية على الأقل في الشيخ نجار وكم منطقة صناعية بحلب ودمشق، على الأقل في حلب كونه نسبة المعامل هناك أكبر. قيل أن 720 معمل يعمل اليوم بطاقة إنتاجية من 30% إلى 40% فقط، بخسارة كبيرة بحسب الصناعيين. كيف تقرأ هذه الأرقام وما مستقبل العملية الصناعية في سوريا؟ نقرأها حسب ما قال رئيس النظام، حلب في عيوني أو حلب في عيوننا. فهذا هذا أكبر دليل. يعني حلب اليوم أصبحت مهجرة، أصبح الاقتصاد الحلبي أو الشركات الحلبية نوعا ما تهرب أو تبحث عن الهروب حتى تستطيع الاستمرار. يعني اليوم التاجر أمام خيارين، إما أن يبقى وفي احتمال كبير أن يضمحل رأس ماله أو يتم السطو على رأس ماله، أو أن يهاجر ويبدأ من نوعا ما من منطقة قريبة من الصفر حتى يستطيع الوقوف. هذا الواقع للأسف، هذا الواقع الاقتصادي السيء، الواقع الاقتصادي الرديء فرض على المستثمرين، فرض على التجار الحلبيين والدمشقيين الخروج والهروب برؤوس أموالهم. لن تقف الأمور هنا. يعني غدا عندما يتم إعادة إصدار الجوازات وفتح المطارات وفتح دول أخرى، سوف تشاهدين هجرة بشكل كبير، شباب فنيين، مهاريين، أكاديميين، أطباء. يعني أصبح الوضع لا يستطيع الإنسان العيش بكرامة بشكل بالحد الأدنى من الكرامة، لا يستطيع في الواقع.
يعني بالإضافة لأنه هذا الموضوع له تبعات مثل غياب الأمان والسرقات التي تجعل اليوم الجميع غير يعني لا يستطيع الائتمان على ممتلكاته وأمواله وكل شيء. أخيرا دكتور فراس، ذكرنا قبل قليل الوجهتين الأكثر شيوعا اليوم بالنسبة للسوريين وهي مصر وأربيل، لماذا هاتين المنطقتين؟ هل هناك فعلا تسهيلات بالنسبة للمستثمرين والتجار هناك؟ سيدتي أنا كصناعة، أنا كاقتصادي دائما أبحث عن المكان الذي يؤمن لي الحماية المالية، الحماية الضريبية، الحماية الأمنية نوعا ما. مصر معروفة أنها أيقنت مصر أن التجربة أو تجربة استقبال رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال سواء كانوا رجال أعمال أو غير رجال أعمال، يعني شفنا كثير من السوريين ذهبوا وأصبحوا من رجال أعمال وأبدعوا في مشاريع ريادية. أيضا أربيل منطقة منفتحة تماما، لا يوجد فيها ضوابط، يوجد فيها أمن نوعا ما ولكن لا يوجد ضوابط مالية، لا يوجد تدقيق ضريبي. هذا الأمر سوف يساهم في نوعا ما عملية دفع الاستثمارات وتشغيل وإعادة تشغيل الاستثمارات. أيضا مصر وأربيل هي يعني مراكز تجارة دولية، مصر اليوم تصدر إلى دول كبيرة من العالم، كثير من الدول. أربيل أيضا هي مركز تجارة دولي، أصبح نوعا ما يعني يحاول أن ينافس تصدير إمارات ودبي في والمستثمر السوري. بما أنه اليوم نتكلم عن الوضع السوري بتخصيص، يعني المستثمر السوري اليوم هل يستطيع التعويل على مستقبل في هذين البلدين؟ يعني يقال أن قوانين العمل بالنسبة للسوريين في مصر ليست كما السابق، ليست كما في بدايات هجرة السوريين إلى مصر. هل يستطيع التعويل أو يعني المستقبل يلعب دور هنا في عملية الإنتاج بالنسبة للسوريين؟ ستيارة، اليوم أي دولة أفضل من سوريا بالمطلق؟ أي دولة بأي شروط؟ حتى لو كان وضع مؤقت، حتى لو كان وضع أي دولة أفضل من سوريا. اليوم هذه الدول هي دول بالنهاية براغماتية، يعني تبحث عن استفادتها. في مصر مثلا وجدوا أن التجربة السورية نجحت، فبالتالي عملوا على استقطاب رجال الأعمال السوريين وقدموا لهم الحوافز وقدموا لهم الميزات وقدموا لهم كثير من المنح الضريبية والميزات الضريبية، لأنهم أدركوا أن التاجر السوري يستطيع بنتيجة قدرته على الربط، قدرته على التشغيل، قدرته على ابتكار الأفكار من تشغيل العمالة ونوعا ما خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤدي إلى تحصيل موارد للدولة وزيادة العملة الصعبة التي تدخل إلى الدولة وتحسين ما يسمى العجز في الميزان التجاري. أيضا أربيل هي منطقة نوعا ما دولية مفتوحة كونها تخضع لنوعا ما امتيازات معينة، أيضا هي يستطيع التاجر هناك التصدير إلى عدة دول. اليوم من كان يعمل في سوريا لا يستطيع التصدير إلى عدة دول، هناك قيود وهنالك شروط وهنالك عقوبات وهنالك جمارك وأمن وإلى آخره من الأمور الأخرى. أما في هذه الدول أو في دول أخرى هنالك حرية في الاستيراد وحرية في التصدير وحرية في التعامل المالي وحرية في التحويل المالي. الحوالات المالية كانت في سوريا كارثة، يعني التاجر عندما يريد الاستيراد يبحث عن الدولار من السوق السوداء، وعندما يريد بيع بضاعته إلى الخارج يقوم بتحصيل أمواله من خلال الحوالات الغير رسمية، وفي الحالتين هنالك خطورة شديدة إذا علم النظام بأنه يتعامل. قبل ما أختم معك دكتور فراس، يعني وقتنا يكاد ينتهي، ولكن أريد أن أسألك عن موضوع اللجوء للسوق السوداء اللي ذكرها بعض الصناعيين في التقرير. يعني قيل أنهم يضطرون للجوء إلى السوق السوداء ولكن لها مخاطر كبيرة، ما هي المخاطر اليوم التي يستطيع أي صناعي أو تاجر أن يعني يخوضها؟ المخاطر اليوم أنت في سوريا مو إذا امتلكتي الدولار، إذا تحدثتي في الدولار مجرد حديث على الفيسبوك أو على فأنت اليوم يعني تحت المساءلة القانونية، فما بالك من يتعامل في الدولار. يعني معروف اليوم جميع الشركات جميع الصناعيين يحتاجون الدولار لاستيراد المواد الأولية، ويحتاجون أيضا الدولار عندما يصدرون يحتاجون الدولار لإعادة التصنيع. النظام يمنع ذلك ويمنع هذه الأمور، فهم يلجؤون إلى السوق السوداء، إلى المراكز التحويل الغير رسمية للحصول على الدولار أو أخذ الدولار منهم، وهذا يشكل خطر كبير يعني هنالك عليهم، ويضعهم تحت ابتزاز السلطات الأمنية ويضعهم تحت رحمة الجماعات المسيطرة الأمنية أو الميليشيات،
وبالتالي بالنهاية التاجر يبحث عن الاستقرار، فلن يستطيع العيش في هكذا بيئة. ورغم ذلك هنالك قوانين تحد من عمله، هنالك قوانين تضيق عليه. المصرف المركزي كل يوم يصدر قانون، قوانين جديدة كل يوم تصدر صحيح قانون. ويضطرون لي يعني التعامل مع مكاتب صرافة خارج سوريا في لبنان وغيرها وشركات أخرى، وهذا يعني بحد ذاته خطورة على كل الصناعيين والتجاريين. حجم الأضرار في القطاع الصناعي العام والخاص منذ بداية الثورة وحتى الآن 600 ألف مليار ليرة، أي ما يقارب 150 مليار دولار، هذا ما تم الإعلان عنه للأسف. إذن أرقام كبيرة، ونحتاج لحلقات أخرى للحديث عن هذا الموضوع. شكرا لك الدكتور فراس شعب، وباحث وأكاديمي اقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك.